السلام عليكم، معكم حسن علي. والنهارده انا بعمل انبوكسنج لساعه من الساعات اللي اشتريتها وانبسطت بيها كتير جدا، سيرتينا دي اس فيرست. والشركه دي انا اشتريت منها كذا ساعه، شركه سيرتينا تحت مجموعه سواتش جروب، ساعه سويسري اوتوماتيك طبعا كالعاده. دي العلبه من جوه، دي العلبه الاساسيه. تحت العلبة الأساسية بنلاقي كتالوج الساعة واليونيفرسال وارنتي من شركة سيرتينا. الساعة دي يعني من أشيك الساعات اللي أنا اشتريتها. ده التاج بتاع الساعة، ادي الساعة. طبعا زي ما انتم شايفين يعني بصراحة الدايل واضح جدا جدا جدا، كمان الهاندز فيها واللوم اللي في علامات الساعات صراحه جميل جدا. من احسن الحاجات اللي خلتني اشتري او عايز اشتري الساعه دي هي الدي والديت ويلز، لونهم اسود من نفس لون الدايل، وبالتالي تحس ان هم مش مبوظين شكل الساعه. الكراون طبعا كعاده ساعات دي اس سايند، مكتوب عليه دي اس. اتمنى بس تكون الكاميرا لقطها بشكل كويس. طبعا البريست الجميل جدا مكون من 5 لينكس، 3 براشد و2 بولشت. اتمنى تكون برضو الكاميرا موضحاه. بصراحه مريح جدا جدا وجميل جدا جدا. الكلاسب الباترفلاي كلاسب اللي سايند بعلامه سيرتينا. كمان من الحاجات الجميلة جدا في الساعة ديت الباك بتاع الساعة، معمول من السفاير كريستال، بنشوف منه الموفمنت. كمان من الحاجات الجميلة جدا في الساعة ديت هو شكل الكيس، ان نهاية الكيس تبقى نازلة كده على الجنبين. والساعة ديت يعني بصراحة على جمالها ده وعلى شكتها ديت بحس انها بتفكرني بساعة اوميجا اكواتيرا. الساعة شكلها جميل جدا، الدايل جميل جدا، الكيس اكتر من رائعة، الكواليتي بتاعت البريسلت بصراحة، سمك البريسلت نفسه، وزن الساعة بتحس يعني بكواليتي جامدة جدا وعالية جدا. ودي كانت نظرة مبسطة، وان شاء الله انا هبعمل ريفيو كامل عن الساعة ديت، هتكلم فيها عن ابعادها ومواصفاتها وايه مميزاتها وايه عيوبها وايه الحاجات بصراحة اللي بتخليني حابب الساعة ديت. ودلوقتي هعمل ريست شوت للساعة واوريكم شكلها على ايدي عامل ازاي. ده شكل الساعة على ايدي، مع انها على الورق تحس انها كبيره شويه، الا انها بصراحه يعني بالنسبه لايدي او على ايدي انا وحجم البريست بتاعي شكلها وحجمها مناسب جدا وشكلها جميل. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم واشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم.